بالنزلة المعوية عن نزلات المعوية نعم عن طفلي شو أعراضها شو أسبابها وكيف هي نجح حاول كل أم تكون حريصة على ابنها ما ينصاب فيها. طبعا النزلات المعوية بتكثر في الصيف هذا شيء معروف والجميع بيعرفه. النزلة المعوية يعني أشهر عرض من أعراضها الاستفراغ والإسهال. لطيف. استفراغ والإسهال شديد مستمر بيؤدي إلى حاجة أسوأ من الاستفراغ اللي هو الجفاف. الطفل ما نعرف يعني ما بتحمل جفاف ما بتحمل نقص السوائل مش زي الكبير بتحمل. وبعدين الطفل ما يقدر يميز أو يشكي. فأهم يعني أو أخطر شيء بالنسبة للنزلة المعوية اللي هي الجفاف. فالإسعاف الأولي للطفل هو تعويض السوائل. تمام. يعني مع أنه للأسف دكتور الأخطاء الشائعة الموجودة إنه بيقول لك طفل عنده إسهال ترجي لا تعطي سوائل حتى ما يزيد. حتى ما يزيد. طبعا هذا خطأ هذا خطأ للأسف. كبير جدا وهذا بيؤدي إلى مضاعفات أكثر. فأنا بنصح الأمهات أو حتى الآباء إنه يحتفظ دائما في البيت بمحلول الجفاف. ممتاز. خصوصا بالصيف. عن أكياس صغيرة بتنحل في بعضها يعني حسب في بعضها بلتر ماء في بعضها بنص في بعضها بـ200 حسبهم موجود. أول عمل بدها تقوم في اللي هو تعويض السوائل. جميل. الأملاح هذه ليش؟ لأن هي الاستفراغ والإسهال تنقص المية بتؤدي إلى تركيز الأملاح. الصوديوم والبوتاسيوم بتركز في جسم الطفل. ممكن يعمل لك الصوديوم إذا تركز أكثر من اللازم ممكن يأثر على المخ يؤدي إلى نزيف في المخ. ونحن طبعا إن شاء الله ما نوصل إن شاء الله. لذلك يعني النصيحة إنه يبدأوا محلول تبدأ بمحلول الجفاف وتعطي للطفل مش لازم يشرب مرة واحدة يعني كاسة مثلا يأخذها ويشربها لأنه ما حتتحمل ميزته حيرجعها ما حستفدنا شيء. يعني بدنا صبر شديد وتعطيه بالملعقة شوي 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 كل ما ثبتت تعطيه شوي بعدها كل ما ثبتت يعني ما رجعها تعطيه مرة تانية إلى أن يعني نرجع الجسم إلى رطوبته الطبيعية. كيف مثلا كيف تعرف الأم أنه الطفل صابه جفاف أو على وشك الجفاف؟ الأعراض بتبين في لسان الطفل أول شيء. بتحط إذا أصبح على لسان الطفل بتلاقي ناشف وما في لا لعاب وشبه تشقق يعني حسب درجة الجفاف. هذه خلاص تعرف إنه بدأ في الجفاف أو إنه محتاج إلى إسعاف مباشرة. في أعراض أخرى بس هذه بتكون تقدم يعني إنه العيون بتكون غائرة. جلد بطنه مثلا بتلاقيه فقد الليونة والمرونة بصير تمسكه ما يرجع لطبيعته. هذه بتكون تقدمات ما احنا يعني نوصل لهذه المرحلة. صحيح. مجرد ما تحط ايده على لسان الطفل وتلاقيه ناشف تبدأ تعطيه محلول الجفاف. صحيح. مش حيضره اذا ما فاده.